يا جماعة، صار لنا تقريبا ساعتين أو 3 ساعات ونص إحنا قاعدين بس منتمشى ومنتمشى ومنركض، بس ما لقينا ولا مكان. صح، بس لو بدك تستسلمي روحي استسلمي، أنا ما رح أجلس. ما قلت لك إنه رح استسلم. خلص خلينا نكمل، لازم ضروري نبحث عن مخرج أو أي إشي، لازم نطلع من هاي الغابة، مستحيل نضل عالقين فيها. حنين وينك؟ تعالي. أو آسفة، ظنيت رح نروح من هنيك، كأنه بين لي من هنيك في مخرج. عن جد خلينا نشوف. ترى هذاك المخرج رحنا منه قبل شوي. ترى هذاك مو مخرج، هذاك بس كأنه مدري. المهم خلينا نروح نشوف. أوه يا الله، يلا وين المخرج؟ خلي بس نضل نتمشى. صح، حتى لو عن جد اني تعبت بالمشي. خلص يلا عادي خلينا نكمل. الله، كله بسبب يحيى. ايش سويت انا؟ ايش سويت والله؟ ولسه بتسأل؟ انت اللي قلت لنا انه بتعرف الطريق ومدري شو. عن جد ازعاج. خلص هلا خلي بس نبحث عن مكان نطلع وخلص. صراحة كان بدي اقضي هذه الرحلة مع يعني الاستاذ تبانا وكل الطلاب الموجودين بالجامعة وكمان معاكم اكيد، بس للأسف خلص تخربت. المهم مرجعي ان شاء الله. صح، انا كمان كان بدي، بس للأسف هذا الغبي والله انه مدري ليش وثقنا فيك بتقول لنا اوه بعرف وين موجود مكان. المهم خلص ما في ولا حل ثاني. اصلا المغامرة تبع اليوم افضل من الرحلة. ايش؟ ما بتفق صراحة. انا اتفق. وفي الله، انا بس بدي اطلع من هون. جايز، اعتقد لو رحنا من هون اعتقد رح نلاقي طريق عشان نطلع. ممكن انا رح اجرب اتصل على حدا. يا رب يشتغل، يا رب يا رب يا رب. وفي الله، على مين عم تتصلي؟ بحاول اتصل على اخي امير. مو هو هلأ بالشغل؟ أيوه هو بالشغل، بس أكيد أنا أولوية، يعني أنا أهم من الشغل أكيد أكيد. أعتقد أنه ما بتعرفي أمير. لك أمير هو أخي الكبير، قبل من حتى ما تلتقي أنت بيه وتكون أصدقاء. ما بيهم. خلص ما تتشاجروا هلأ، بس حاول تتصلي عليه، ممكن يقدر يساعدنا لو وصلوا الاتصال. صح، جربي كمان تصلي على أختك الصغيرة نورا، ممكن تساعدنا لأنها كتير ذكية. هلأ هي بالمدرسة أصلا، كيف رح تساعدنا بموقف زي هيك؟ يلا ما بيشتغلوا اتصالات، ممكن نجلس ناكل شوي أول شي. تمام، عندكم أكل؟ أنا عندي، أنا شنطتي عبيتها بس بالأكل. كثير منيح. وإنت مش جايب معك ولا إشي؟ حتى حقيبي ما جايب معه. ليش رح أجيب معي حقيبي؟ عن جد إنه غريب. يحيى كان بأيام الثانوي وما بيجيب معه حقيبي المدرسة، بتتخيلي يا حنين؟ وات، عن جد؟ ايوه. المهم خلينا ناكل. على فكره حنين، بتعرفي انه كنت حاولت يعني افكر اني اصبغ شعري؟ ايش تصبغي شعرك؟ اي لون؟ ما ادري، بس كانت كذا بتجيني افكار بدي اصبغ شعري. صراحه هيك اللون اسود طالع عشعرك افضل، لو عملتي اي لون ثاني ما رح يطلع ابدا ابدا حلو عليك. ايش كانه قاعده بتسبيني. لا. بعرف فاهمك، بس كنت عم بمزح. عن جد فزعتيني، بس عجن اللون هذا الطبيعي تبع شعرك افضل اشي، ما تغيري. ما ادري، يا الله صراحة بلشت اشتاق المنزل. انا كمان اتساءل هلا شو اخواني بيعملوا. يا الله، ممكن خلص تعطونا اكل؟ لك اصبر من صبح وانا صابر. خلص بس بيحكوا 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 بيحكوا. شو بدك يانا نعمل مثلا؟ خلص هنا احنا نحط هلا الاكل. يلا حنين خلينا ناكل اخيرا. والله هذا الشغل عمره ما بيخلص. أمير شوف، أعتقد إنه أمك قاعدة بتتصل من موبايلك. عن جد؟ ما انتبهت، هلأ بشوف. ألو ماما؟ يا ابني يا أمير، ممكن تروح لمدرسة أختك الصغيرة نورا وتجيبها للبيت، بعدين نروح كمل شغلك. أكيد، تمام. خلص شكرا يا ابني، مع السلامة، يلا باي. وين إحنا؟ أعتقد ضعنا أكثر. ما تقولي هيك، بس ما بمزح صح يحيى؟ مدري والله، بس صراحة المكان حلو. يا الله، هذا عمره عرف اشي. حنين شو رح نعمل هلأ؟ خلي ننتظر اكثر. ايش رح تنتظري مثلا؟ ننتظر حدا يجي يساعدنا. ترى انتي مانك بفيلم. انت اللي بتظن انك فيلم لانه مش مهتم لحياتك ابدا. مين قال لك ان انا مش مهتم لحياتي؟ والله لو كنت مهتم لحياتك لو ما كنت رح تجيبنا هون. طيب وين المتعة بالحياة لو ما خطرت؟ انت بتخاطر بحياتك عشان تعيش؟ ايش هاد؟ يا جماعة خلص وقفوا. يا الله،
دائما واحد فينا لازم يتشجر مع الثاني. خلص خلينا نزيد نتمشى. الكلية يلا يا حنين خلينا نروح. ما بتعرفوا حتى وين رايحين. شفتي كيف بيعصب؟ بعرف، عشان هيك بقول لك عنه مزعج. خلينا نروح. لينا لازم نروح اجيب نورة من المدرسة. تمام، وفيك تستخدم سيارتي على فكرة. اوكي شكرا، ان شاء الله ما اكون تأخرت. ليش لسه ما اجا ولا حدا ياخدني من المدرسة؟ اعتقد انه عن جد ما حدا بيهتم لإلي من هالعائلة، بس ما بهتم لانه انا بهتم. خلي سكر الباب. اوكي نورا، هني جيت. اخيرا اجا حدا. ها شو قصدك؟ كمان ليش جالسة على الدرج تبع المدرسة؟ خلينا نروح. تمام يلا. انتظري، ايش فيه؟ موبايلي بيرن، اعطيني دقيقة. تمام. ها غريب، اسراء اتصلت عليه كثير مرات بس ما وصل، بس هلا شفته. متأكد في اشي صاير بهديك الرحلة. ايش؟ بس هلا بحثت عن جامعة تبعها ولقيت انه قاعدين بيحطوا بوستات وكثير اشياء، يعني عندهم نت، بس هي المكان الموجود فيه ما فيه نت، يعني هي موجودة بمكان غلط. ايش عم يصير؟ واضح انها بالمكان الغلط. ايوه شو اعمل هلا؟ تجسس على اللوكيشن تبعها بعدين نروح عندها. انا خلص رح اروح على البيت برجلي، بقدر اتمشى على فكرة، مش ضروري تاخذني بسيارتك. لا ما بقدر اخليك تروحي لوحدك، خلي وصلك بعدين بروح عندها. بس مو هي مهمة اكثر؟ ايش عم تقولي يا نورا؟ انت كمان اختي الصغيرة، ما بعرف شو فيك اليوم بس خلص تعالي وصلك. يلا خلينا نروح. يلا هنا وصلنا. خلص رح اروح ادخل على البيت، مع السلامة. تمام يلا باي باي. اوكي راح اتخذ على البيت، انا راح اروح عند اسراء، لازم ضروري الاقي المكان اللي فيها. يا الله يا رب ما يكون اي اشي سيء صار. وصلت على هذه الغابة، هلا رح اروح ابحث عنهم. يحيى حنين شوفوا هذا المكان، اعتقد خلص قربنا نطلع صح؟ ما بعتقد. whatever، المهم خلينا نكمل نمشي. وات كأنه عم شوف في حدا هنيك. معقول هديك اسراء؟ ايش؟ ايش؟ امير؟ اوه ماي جاد ما توقعت هيك. ايش كيف امير؟ اخوها اجى عشان ينقذنا، الحمد لله يا رب. اجى عشان ينقذها هي مو احنا. اسكت انت بس. امير اوه ماي جاد كيف وجدتنا؟ لا السؤال هو انت ليش هون؟ ومين هدول معك؟ يحيى وحنين؟ لا والله اسمع، يحيى وحنين كتير طيبين والله صراحة، بس حنين، بس يحيى صديقك اوكي؟ انت بتعرفوا انه يحيى بس بيعمل مشاكل مشاكل، حياته كلها مشاكل، ما في ولا يوم واحد ما عمل فيه مشاكل، انت ليش رايحة معه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلص اسفة. والله هون. اوكي. يحيى كيف حالك؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله. اسمعوا هالمرة هيني خلص انقذتكم، المرة الجاية انت اسمع، لو بدك تعمل مشاكل ومدري شو اعملها، بس خلي اختي بعيدة منها اوكي؟ لك ماني قلت لها تعالي معي انه غصبا عنك. هيا حنين كمان اجت. انا ما بهتم، انا عم اقول لك انه لو كانت مشكلة انت السبب تبعها خلي اختي بعيدة عن هذه المشكلة، فهمت؟ تمام. الله عن جد لسه بتتصرف كأنك بتدرس بالثانوي. يا رب ما تصير ولا مشكلة ثانية، يا رب ما تصير ولا مشكلة ثانية، يا رب ما تصير ولا مشكلة ثانية. هيني رجعت، يلا نروح. تعالوا انتو كمان لو بدكم وصلكم بسيارتي. شكرا كثير. تمام شكرا، يلا بينا. شكرا كثير عشان انك انقذتنا، ما رح نعيدها مرة ثانية والله. المهم شكرا كثير، رح اروح انا هلا على البيت تبعي، مع السلامة. باي حنين. باي سراء، نلتقي بكرة بالجامعة إن شاء الله. يلا باي. باي باي. أنا كمان رح أروح على بيتي. تمام مع السلامة. يلا نروح إحنا على البيت. تمام هيا وصلنا على البيت، أنا هلأ رح أروح أكمل شغلي بالشركة بعدين رح أروح على بيتي أنا وزوجتي. مع السلامة. عن جد كل ما فكرت في الموضوع أكثر كل ما زدت أتأكد، بس عشان أتأكد 100% لازمني أجرب. هل عن جد ما حدا بيهتم لي؟ نورا بتناديك ماما عشان تجي تاكلي. قولي لها هيني جاي. اوكي ما تتأخري. عن جد الاكل كثير زاكي، شكرا ماما.
بالصحة والعافية بنتي إسراء، وين نورة؟ آه أعلنت إنها هلأ شوي بتجي. أعتقد بس بتغير ملابسها تبع المدرسة، لأن لسه لابسة ملابسها تبع المدرسة. آه تمام. نورة تعالي بسرعة. هني جاية بسرعة. خلص خلص خليها تعال تاكلي. آه تمام، اليوم بالليل لازم نفذ الخطة. أنا خلص لازم أطلع من هذا المنزل، هلأ هذا الوقت المناسب. هاخد معي بس هدول الشنطات، ما رح أحتاج كثير أشياء، هيك رح أتأكد ها عن جد مهتمين لي ولا لا. أصلا خلص ما صرت أهتم، هلأ بس بدي أطلع من هذا المنزل وبس، لأنه مش كافي لإلي أنا وإسراء وهذول كلهم، خلي بس هن يعيشوا لوحدهم. لما كنت أنا بعيش بالمدرسة الداخلية كنت أظن أنه هيك الأمر سيء، وأنه لازم أعيش معاهم عشان أصير أحس أفضل، بس لا هيك أسوأ. المهم لازم أطلع هلأ من المنزل، إن شاء الله ما يشوفني ولا حدا. مفتوح الحمد لله، أخيرا طلعت من البيت. لازم أمر من هذه الجهة، لأنه هذيك الجهة بيعيش فيها أمير وزوجته، بيقدروا يشوفوني. لازم نروح من هون. يلا 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 يلا، وين رح أروح وين رح أروح؟ أول إشي لازم أبعد من البيت. يلا 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 يلا. يا رب ما يشوفني ولا حدا. أعتقد عرفت وين رح أروح، لازم بس أضل أركض أول شي. يلا جو 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 جو. انت سيارتك كم ثمنها؟ والله ما ادري. انت ما تدري اشي، شو رح نعمل هلأ؟ ضيعنا كثير فلوس، سيارة 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 اخرى، كم؟ 3 سيارات؟ شو رح نعمل؟ خلينا نخطف ناس اكثر ونهدد عائلاتهم ويعطونا فلوس كثير. فكرة حلوة. اسكتوا انتوا، انا اللي اقرر. ها عندي فكرة، فيني اروح استأجر غرفة فندق، أعتقد فيني أسوي هيك، لأنه أنا جمعت كثير 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 فلوس وأخذتها هلأ معي، فأعتقد أني أقدر أضل هاي الليلة بغرفة بفندق. بس مدري رح يخلوني الموجودين بالفندق، صراحة ما بعرف، أكيد رح يخلوني لأنه رح أدفع، فما في مشكلة في هذا الشي صح؟ ها شو هاد؟ طريق مقطوعي؟ طلعوا مسدساتكم. شو بتسوي لوحدك في الليل يا طفلة؟ آسفة آسفة. ليش بتضحك هادي؟ مدري ليش بتضحك؟ اسألها ليش بتضحك يا طفلة؟ لو ما جاوبتي على السؤال تبعنا راح أقتلك. إيش فيها هذه الطفلة كتير هادئة؟ هذه المسدسات كلها اللي عندكم مزيفة وبس. ها كيف عرفت؟ أقصد كيف؟ هذه الطفلة مالها؟ إيش؟ شو نعمل هلأ؟ أسكتوا! بو أعمل محاولة أفضل المرة الجاية. إيش؟ كمان أقنعتكم هذه على فكرة ما بتخوف. لو ما اجيتي معانا رح نقتلك بمسدساتكم المزيفة هذه. كيف عرفتي؟ وأصلا عندنا طرق تانية كمان. هذه الطفلة ذكية، أعتقد عندي فكرة.
الله.